باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة. كونوا رحماء فطوبى للرحماء. كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. تأملنا في كونوا رحماء، فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. في اليوم الأخير يا أحبائي، في يوم الدينونة، رب المجد هيقول تعالوا إلي مبارك أبي ذو الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. نمرة 2، تأملنا أحبائي في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. 3، تأملنا في كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. 4، كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصاغر. 5، تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك. 6، كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. 7، تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء. 8، تأملنا في قول معلمنا القديس يهوذا الرسول ارحموا البعض مميزين. ميز وانت بتعطي الرحمة. كونوا رحماء فطوبى للرحماء، أو بركات الرحمة في حياة الرحماء. البركة الأولى يا أحبائي بركة لقاء الرب. لقاء الرب، كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. البركة الثانية إن ربنا يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم، كما ورد في تثنية 15 أعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة الثالثة ربنا يفيض على الرحماء بالخير والبركة، كما ورد في سفر ملاخي النبي هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أي حتى لا يوجد اتساع يتسع له. بركة الرابعة الرب يبارك نسل الرحماء، كما ورد في مزمور 37 كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرض ونسل للبركة. بركة الخامسة الرب يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم. يشوع بن صراخ يقول ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة السادسة أن الرب ينجي الرحماء في يوم الشر. يقول داود النبي في مزموره 41 طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. بركة السبعة الرب يحفظ الرحماء. طوبى لمن يتفاهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحفظه. بركة الثامنة الرب يحيي الرحماء. طوبى لمن يتفاهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحييه. بركة التاسعة الرب يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. مغبوطين يعني مباركين فرحانين. قال داود النبي طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يجعله مغبوطا في الأرض. بركة العشرة الرب لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. هكذا قال داود النبي الرحوم طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب لا يسلمه إلى مرام أعدائه. بركة ال11 الرب يعضد الرحماء وهم على فراش الضعف. هكذا قال داود النبي طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يعضده وهو على فراش الضعف والوجع، إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة ال12 يا أحبائي سعادة الرحماء. داود النبي بيقول في مزمور 112 سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13 الرحماء يدبرون أمورهم بالحق والعدل. يقول في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يدبر أموره بالحق والعدل. بركة 14: الرحماء قلبهم ثابت متكلا على الرب أثناء التجربة من البداية للنهاية. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض لا يخشى من خبر السوء. بداية التجربة قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه. نهاية التجربة. بركة 15: الرحماء يرتفع قرنهم أو رأسهم بالمجد. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16: أن الرب لا يتخلى عن الرحماء. قال داود النبي في مزمور 37: كنت فتى وقد شيخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. لم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق وصفه داود النبي في نفس المزمور بقوله: يترأف ويقرض. بركة 17: يا أحبائي أن الرحماء يجدون نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. يقول سليمان الحكيم: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18: يا أحبائي أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. يقول سليمان الحكيم في أمثال 14: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19: ربنا يستر خطية واسم الرحماء كما ورد في أمثال 16: بالرحمة والحق يستر الاسم. البركة 20: كما قال سليمان الحكيم في أمثال 20: الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21: أن الرحمة تسند كرسي الملك. وطبعا الملك مش بس رئيس الجمهورية ولا ملك البلاد، كل مسؤول كبير. يقول سليمان الحكيم مختبرا: الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. بركة 22: يا أحبائي أن الرحماء يحسنون إلى أنفسهم. يقول سليمان الحكيم: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه. بركة 23: الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. يقول سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. بركة 24: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة كما ورد في أمثال 21. بركة 25: يا أحبائي من يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة كما قال سليمان الحكيم: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. بركة 26: يا أحبائي الرب لا يصرف وجهه عن الرحماء. طوبيد الصديق قال لابنه طوبيا: لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. البركة 27: يا أحبائي الرحمة تنجي من الخطية وتطهر كل خطية. طوبيد الصديق قال لابنه طوبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع لأن الصدقات تنجي من الخطية. ورئيس الملائكة رافائيل قال لطوبيد الصديق وابنه طوبيا: الصدقة تطهر كل خطية. بركة 28: يا أحبائي خير الرحماء. طوبيد الصديق قال لابنه طوبيا وهو على فراش الموت، قال له: يا ابني احفظ الناموس والأوامر وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. بركة 29: يا أحبائي أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 4: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: يا أحبائي مكانة الرحماء عند الله كخاتم عنده، ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. يقول يشوع بن سراخ في إصحاح 17: صدقة الرجل كخاتم عندي عند ربنا، فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31 يا أحبائي، نصرة الرحماء. يقول يشوع بن سراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. بركة 32 يا أحبائي، نور الرحماء. ربنا بيقول على فم أشعياء النبي في أشعياء 58: أن تكسر للجائح خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. بركة 33: صحة الرحماء تنبت سريعا. في نفس الإصحاح نقرأ في أشعياء 58: أن تكسر للجائح خبزك، حينئذ تنبت صحتك سريعا، وينشط الرب عظامك. بركة 34: بر الرحماء يسير أمامهم. في نفس الإصحاح يقول إشعياء النبي: أن تكسر للجائح خبزك، وأن تدخل مساكين التائهين إلى بيتك، حينئذ يسير برك أمامك. بركة 35: مجد الرب يجمع شمل الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائح خبزك، حينئذ مجد الرب يجمع شملك. بركة 36 وهي بركة هامة جدا، أن الرب يستجيب لصلاة الرحماء، بل حينما يستغيثون به يقول لهم: ها أنا ذا. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائح خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. بركة 37: الرب يقود الرحماء على الدوام. في نفس الإصحاح يقول: أن تكسر للجائح خبزك، وأن تدخل مساكين التائهين إلى بيتك، يقودك الرب على الدوام. بركة 38: شبع وارتواء وفيض الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائح خبزك، تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ يقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، فتصير كجنة مروية، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. بركة 39 يا أحبائي، الرحماء ونعمة البناء والترميم. تلاقي دايما الرحماء ناجحين في البناء والترميم. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائح خبزك، وتدخل مساكين التائهين إلى بيتك، حينئذ منك تبنى الخرب القديمة، وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرنم الثغرة، ومرجع المسالك للسكنة. مكان كان ساكن وبعدين اتهدم وبقي مسالك، ترجعه انت للسكنة. نعمة البناء والترميم. بركة 40 يا أحبائي، اطمئنان الرحماء. دانيال النبي قال لنبوخذ نصر الملك: لتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وأسامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك لما تفارق أسامك بالرحمة بالمساكين. بركة 41 يا أحبائي، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، قول رب المجد في العظة على الجبل. بركة 42 نقاوة الرحماء. رب المجد بيقول في لوقا 11: اعطوا ما عندكم صدقة، هوذا كل شيء يكون نقيا لكم. بركة 43 كمال الرحماء. رب المجد يقول للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا، فاذهب وبيع أملاكك، واعطيه للفقراء، فيكون لك كنزا في السماء. بركة 44 يا أحبائي، الأجر العظيم للرحماء. يقول رب المجد في لوقا 6 في العظة على الجبل: احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. البركة الخامسة والأربعون أن الرحماء هم أبناء الله العلي. كمالة الآية رب المجد بيقول احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي. البركة السادسة والأربعون يا أحبائي المعطي المسرور يحبه الرب، كما قال معلمنا القديس بولس الرسول. أما البركة السابعة والأربعون يا أحبائي فهي اكتفاء الرحماء. معلمنا القديس بولس بعد ما قال المعطي المسرور يحبه الرب قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. نعمة ربنا للرحماء يبقى عندهم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. أما البركة الثامنة والأربعون أن الرحماء يزدادون في كل عمل صالح. نفس الآية قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أما البركة التاسعة والأربعون يا أحبائي أن الرب يكسر بذار الرحماء وينمي غلات برهم، وده اللي بيقوله معلمنا القديس بولس الرسول أيضا في نفس الإصحاح. يقول والذي يعطي بذارا للزارع وخبزا للآكل أو للأكل سوف يقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. يكسر بذاركم يعني يكسر الخير في إيديكم وينمي غلات بركم ثمار بركم. بدأنا يا أحبائي تأملنا في حياة القديس بولس الرسول الرحوم وإزاي ربنا نمى غلات البر في حياته. تأملنا إزاي ربنا نمى الصلاة في حياة القديس بولس الرسول. بدأنا تأملنا إزاي ربنا نمى الاتضاع في حياة القديس بولس الرسول. تأملنا في اتضاعه أمام الله لما يقول وآخر الكل كأنه كالسقط ظهر لي أنا كل ما أتأمل في كلمة السقط دي العظيم بولس الرسول يقول كأنه للسقط، إن هو يعني مش عارف أنتوا شفتوا بس إحنا ياما شفنا إنه يعني واحدة يبقى عندها جنين مات في بطنها شهرين فننزله، هو ده السقط ده. إيه النفسية العجيبة دي أن يشعر أمام الله أنه كالسقط. ثم بدأنا تأملنا يا أحبائي في الاتضاع في حياة القديس بولس الرسول كخادم. وأول حاجة اتأملنا فيها إنه كان دايما بيعتبر نفسه كالسقط، ولذلك كان لا يعتمد على كلام الحكمة الإنسانية المقنع، إنما كان يعتمد على اللي بيجي من عند ربنا ببرهان الروح والقوة. عشان كده قال اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. بعدين قال وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. لا أنا ما كنتش معتمد على كلام الحكمة الإنسانية المقنع، لا أنا كنت مقتنع دايما إن أخذ الكلام من عند ربنا عشان يبقى ببرهان الروح والقوة. تاني حاجة نتكلم النهاردة عنها يا أحبائي في مبادئ القديس بولس الرسول في الخدمة أو اتضاع القديس بولس الرسول في الخدمة، لما قال لقصوص وأحبار كنيسة أفسس في أعمال 20 لما قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، لست أحتسب بشيء ولا نفسي سمينة عندي، يعني مش فارق معايا حاجة، ونفسي وحياتي مش غالية عندي، أنا ولا حاجة، أنا قسقت. فبيقول في حديثه مع أساقفة كنيسة أفسس: غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا أن وسقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء، مش فارق معايا حاجة، ولا نفسي سمينة عندي ولا حياتي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. كان بيعيش مش الاتضاع، كمال بذل الذات، كمال بذل الذات، كالسقط، ولا نفسي سمينة عندي، ولذلك مش عاتل هم شدائد تنتظرني، ولا نفسي سمينة عندي. عشان كده برضو يقول في رسالته لأهل كورنثوس، الرسالة الأولى إصحاح 4: نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح، نحن ضعفاء وأما أنتم أقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. مين اللي يقول بلا كرامة؟ إلا اللي حاسس نفسه إنه ولا حاجة، كالسقط، وده ربنا يديله كرامة مضاعفة مضاعفة. كم هي كرامة القديس بولس أمام الله وأمام الكنيسة، ويقول أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. يكمل يقول: إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعر ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا. هتعمل ايه بقى لما يفترى عليك؟ تعمل ايه؟ تسكت ولا كأن نعظ؟ ليه؟ لأنه عايش الاتضاع، عايش كمال بذل الذات. نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. يقولوا علينا ويطلعوا كلام علينا واحنا مش هنا، نعظ. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. يقول أيضا في رسالته لأهل كورنثوس: في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار لصوص، بأخطار سيول، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف، ومن يعصر وأنا لا ألتهم. عشان كده يا أحبائي، قديس بولس ربنا نمى في حياته غلات الاتضاع، نمى في حياته بر الاتضاع، فعشان كده وصل إلى مرحلة وقال: لأن نفسي غير سمينة عندي ولا أحتسب لشيء، وصل لكمال الاتضاع، لكمال الإماتة. فعشان كده قال أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، وتعرض لآلام كثيرة جدا ولا حاجة. الكلام ده مش سهل يا أحبائي، مش سهل إن احنا نشتم فنبارك، مش سهل أبدا نضطهد فنحتمل، مش سهل أبدا يفترى علينا فنعظ، مش سهل. إنما القديس بولس ربنا نمى غلات الاتضاع في قلبه، نمى غلات الاتضاع في قلبه لغاية ما وصل إلى درجة من الإماتة الداخلية. فعشان كده قال ولست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. ده مبدأ جميل وعالي جدا في الخدمة. كل ما نكون رحماء يا أحبائي، كل ما ربنا ينمي غلات بر الاتضاع في قلبنا، فنصل إلى هذه المستويات الجميلة اللي وصل ليها معلمنا القديس بولس الرسول. إلى اللقاء يا أحبائي في الحلقة القادمة. الرب معكم ويبارككم بكل بركة روحية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد.